احنا في الحومه هذا حمري، وبغينا هذا الريز حايد من هنايا، طالبين من السلطات ديالنا ومن الرئيس ديالنا ومن حتى العامل ديالنا ومن سعادة الباشا، كاملين كنطالبوهم وكنرجوهم يحيدوا لنا شي من هنايا. راه من الناس مريطين، راه كلشي مريط هنايا، الله يجازيهم. اذا حيدوا لنا هادشي من هنا راحنا ما نساو نمشي خيرهم. راه هاد الشهر المبارك اللهم تعالى وبركه يعد له من عنده، الله يهديكم. راه ركبوا هنا بالليل وما عرفناش هادشي شنو كاين، ما عرفناش هادشي. الله يهديكم السلطات ديالنا، الله يهديكم. رحنا الشعب واحد، رحنا حرمه واحده، ودابا الله يخليكم اجي وزولوا لنا هادشي من هنايا. هذا عار، هذا عار. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كساكنه ديال الحي فم العليق كنستنكروا هذا الشيء اللي دار هنا في الحي ديالنا، في اللي الدافعه اللي داروها في الوسط ديال الحي بدون استشاره مع الساكنه وبدون يعني الاخذ الاراء ديالهم، كانهم الناس ما كاينينش. وحنا كنحمل المسؤوليه كامله للسلطات المحليه والسلطات المنتخبه اللي عطاو الترخيص من هذا الشيء هذايا اللي دار في وسط الحي دون مراعاه الساكن يعني يعني الاراء ديال الساكنه، وما استشاروا اصلا، هما ما لقينا ما استشروش معاهم. وكنطالبوا انهم يتزال هذا الشيء هذا من هاد الدافعه تزال من الحي ديالنا. وكما كتلاحظوا الساكنه كامله هنايا كتظهر على هذا الشيء هذايا. وكنعاود ناكد ان كنحملوا السلطات المحليه والسلطات المنتخبه كنحملوا لها جميع المسؤوليه ليلا، وكنطالبوا في يعني تحيد هذا الشيء هذا في اقرب وقت ان شاء الله. السلام عليكم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الكيحه الفاعل الجمعوي بالمضيق. اليوم جينا نوقفوا للمرة الثالثة على التوالي هنايا بحي فم العليق، حي أحمري، تنديدا بهذه الدافعة الريزو اللي جاوا نزلوها هنا بدون علم الساكنة. يعني كيف يعقل أنك تجي تركب واحد الدافعة الريزو اللي هي كتشكل خطر على صحة الساكنة؟ الغريب في الأمر أنه كاين واحد مجموعة الأراضي خاويين هنايا، كاين واحد مجموعة الأراضي خاويين هنايا كان عليهم يجيو يركبوها تما، كان خصهم يشوفوا شي حل معقول، ماشي يقولوا لنا مثلا بان كاين بعض الناس يعني كيتشكاو من ضعف الصبيب. هذا حق اريد به باطل. يعني كنعرفوا واحد مجموعة الاراضي خاويين هنا يطلعوا يركبوا فيها هذه الدافعه هذه، حنا ماشي ضد هذه الدافعه هذه، ولكن ماشي على حساب الصحه هذه الناس هذوما هذه، لان كنقولوا نقولها ونكررها على الجهات المسؤوله تدخل فورا باش تقلع هاد الدافعه ديال الريزو اللي جبروا موالين هاد الدار هادي، على حساب اللي قالوا لنا السكان هاد الصباح هذا جاء عون قضائي وحرر محضر وجبروهم سارقين الضوء. كيف يعقل ان هاد الناس هادو سارقين الضوء؟ اذا كاينه شي حاجه، شكون مورا هاد الشيء هذا؟ الباشاويه كتقول لك انا ما فراسي والو، البلديه كتقول لك انا ما رخصتش، العماله كذلك ما فراسها والو، وشكون اللي فراسو شي حاجه؟ واش اللي غيجي يعمل شي حاجه في هاد المدينه؟ وصافي اي حاجه غنوضو نعدلوها حتى حنا في هاد المدينه، نوضو نبنيو في وسط الطرقان، نوضو حتى حنا نعدلو العجب الكحال، واش هاد المدينه ما عندهاش اللي حديها؟ واش هاد المدينه هادي ما عندهاش مواليها؟ باش يقول لك كل واحد كيتهرب. انا ما غنسميش التهرب، ولكن ما عرفتش شنو ممكن نسمي. واش هاد المدينه ولا الفندق هذا اللي بغى يعدل شي حاجه غادي يجي عدله؟ نكررها، هاد الدافعه ديال الريزو هادي خصها تقلع. انا كنتكلم كواحد كنسكن، انا بيدي كنسكن في هاد الحومه هادي، وكنتعاطف مع هاد الناس اللي ساكنين قرابين هاد الدافعه هادي ديال الريزو. وشكرا.